وللمزيد أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون. مرحبا بك معنا في نشرة أخبار الثالثة. وكما ذكرت مسبقا أن العفو الملكي السامي يعكس حرصا كريما من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي. ما الذي يعكس هذا المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 457 محكوما برأيك؟ تحية لك أخي الكريم وشكرا على الاستضافة وعودة لسؤالك. في البداية نتوجه لمقام سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بجزيل الشكر والعرفان على العفو الملكي الذي شمل 457 محكوما. يأتي هذا طبعا المرسوم ليؤكد حرص جلالته على تعزيز التماسك والتضامن داخل المجتمع البحريني. أخي الكريم، من المعلوم ينبع هذا المرسوم الكريم من حرص جلالته الثابت على حماية النسيج الاجتماعي، وكذلك يسلط الضوء على أهمية العدالة وسيادة القانون، مع الاعتراف بضرورة موازنة العقوبة مع الظروف الإنسانية والاجتماعية لأولئك الذين أدينوا. وبذلك نشيد بمبادئ استقلالية القضاء ونزاهة نظامنا القانوني. ومن جانب آخر يأتي العفو الملكي ليوفر فرصة جديدة للتكامل الإيجابي في المجتمع، مما يسهم للمحكومين بإعادة بناء حياتهم والمساهمة بشكل هادف في مجتمعنا، ومن خلال تسهيل إعادة الدمج التي توفرها مملكة البحرين، فإنها تعزز قيم ومعايير حقوق الإنسان التي تشكل الأساس لهويتنا الوطنية. أخي الكريم، ليعلم الجميع أن التزام جلالة الملك بالمفاهيم الإنسانية واضح في هذا العمل الرحيم، فهو يعكس فهما عميقا لتعقيدات السلوك البشرية وإمكانية إعادة التأهيل. ولطالما عرفت مملكة البحرين بثقلها الإقليمي في الدعوة لحقوق الإنسان، وهذا العفو الملكي يعزز مكانتنا كمنارة للتعاطف والتفاهم في المنطقة. ورسالتي للأخوة الذين شملهم العفو أن يغتنموا هذه الفرصة للبدء بالإسهام في بناء المستقبل والاستفادة من الدروس السابقة. أختم كلامي أخي الكريم، أود أن نعرب مرة أخرى عن خالص امتنانا لجلالة الملك على هذه المكرمة التي أدخلت السرور والبهجة الكثيرة لدى الأسر البحرينية. وشكراً. نعم الأستاذ سلمان ناصر، رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، شكرا جزيلا لك.